الأردن أولاً وفلسطين قضيتي. ما حكوا لك يعقل أبوك عسكري؟ أنا كان طموحي أطلع طيار حربي. تذكر أحداث جامعة اليرموك؟ الدولة الأردنية فيها تسامح. أنت يساري؟ مع اليسار الفلسطيني أكثر شيء، مش مع الحكومات. أنا موقفي مع الملك. أنا بيتي خلصته بال 2018 ديونه. أنا ما عندي سيارة، أنا 3 سنوات ونص تارك الرأي، ما قدرت أشتري. أنت ابن طبقة فقيرة ولا وسطى؟ أنا بروح على جريدة الرأي بالباص، والسلطة بتعطيك مصاري. صحيح أنت مشكل حزب لحالك؟ ويعني طموحي كان دائما إني أكون شهيد، وما تحققت لي هاي الأمنية. ما حدا يزاود علي فلسطين. أنا ما أخذ أهل وسام في فلسطين. 500,000 نسمة بتأخذ 4 مقاعد. أولاً أنا الضامن شخصياً إنه كل مخرجاتكم تذهب كما هي للحكومة وإلى مجلس الأمة. أنت كفاءة محطوط على الرف. ما ضلش وظيفة عندي بالدولة إلا وزير أو عين. ما بدك تصير رئيس وزراء؟ نهائي. نزلت بال 2003 أنا. سقطوني قرايبي طبعاً. تنفيس يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.